فيها الفروج الثمن ديالها كدير 5900 درهم 590 اورو 16 شوبر طويله وفيها النظام انا غنوريك النظام اختي دابا هذه كدير الثمن ديالها 5900 درهم 590 اورو ابارك انت شي سيمولتاج الله يبارك فيك يا نهاد مرحبا بك 5900 درهم 590 اورو 138 الف ريال ولكن 16 شوبر طويله اختي كنتواجدوا شارع نورموندي في المعارف واش احمد الفيديو ها هما البارتنرز اللي حطوا لكم هنا اللي بغات البارتنرز هما هاد اش كاين غير فيد عصير الصابون عصير الصابون اختي عندي واحد وقيله اللي عندي كاين هاد المضمه ديال بابيو هذا غنحطهم لكم هادو هادو غير نزوق بهم باش نتوما تشوفوا ها انت اللي بغات المضمه المضمه ديال التاج ياك حيت شحال هادي ما درنا لكم هاد البارتنرز عاوتاني تفكرتهم خصني اليوم عاوتاني نوريكم ها انت عاوتاني راه رشقات لي اليوم عاوتاني عليكم اليوم هانت كنت نبدي تحدي هاد الشي زي هانت لا مول تجعب تاني سخن عليكم اليوم سخن اليوم تاني سخن لي الراس ضحكوا انتو ما راكي ضحكوا عليا ولكن ما شي مشكل انا مهل كنت خلي راسي ما سديوش عليا بحال شي هبيل وصافي انا كلينا ديالك من ايام قصره الحي محمدي لطيف والله يتا شوف الله الله الناس ديال الحي محمدي الله يحفظك اختي مرحبا بك نخدم المحاربين راه دوز معاكم في الحي محمدي يا الله ها هما الناس ديال الشوفار هاك هي السلسله الشوفار يلا جيدي ان شاء الله احنا معاكم دابا ان شاء الله باذن الله كاين واحد الكرميت زوينه واحد الكرميطه هي الثمن ديالها كدير 4500 درهم 450 اورو 90 الف ريال دبريج من فوق وفين جنان عافاك واخا وفي الجناب نشوف لك اختي شنو كاين هذا 4500 درهم 450 اورو 90 الف ريال الناس اللي اول مره كيتفرجوا فينا مرحبا بكم والناس اللي قدام وطلعنا لهم في الراس هما مرحبا بهم حنا كنديروا الدوزيام مان الذهب المستعمر كيكون الدوزيام مان كناخذوا من عند الناس وكنعاود نبيعوه بثمن مزيان اي حاجه عجباتك هنايا كتعيط في هذاك النوامر اللي عندنا لتحت في التليفون كتكوموندي غادي نضحك عليك غير عمر وفاد ماشي مشكل ضحك لالا غيتا حلي فمك جال هنا واخا نقول لك الثمن ديال المضمه هذه 90 الف ريال 450 اورو اللي داير هذا الكرميت هذه عندي واحد السنيسه فنه فنه واعره واعره ديك الاغنيه ديال واعره واعره هي هذيك ها هي 3200 درهم هاي 3200 درهم 320 اورو 64 الف ريال عصير الصابون قديم ها هو اختي عصير الصابون قديم عندي واحد الجوجه هما دابا عصير الصابون راه هذاك راه هذاك راه هذاك احمد راه هذاك شوف احمد اعطيني هذاك كامل راه هي كامل كامل راه رجع حطوا لي هنا حطوا لي هنا ها انت اختي اللي سواتني على المنفوخ هو هذا قديم هذا حطوا لي هنا هذا هو احمد الصغير شي احمد الصغير ها هو هو كاين هذا منفوخ هذا كيدير 14600 درهم مليون و92 الف ريال ها هو هذا اللي سولتني عليه كاين هذا المنفوخ المنفوخ هذا براسي ماشي دبليج هذا كيدير الثمن ديالو 9400 درهم ياك وعصير الصابون اختي كاين هذا ها هو عصير الصابون ولكن اختي هذا كيلعب ماشي ثقيل ها هو هذا كيلعب باش غدا ولا غدا تشري من عندي تقول لي هذا ضحك عليا هذا ولكن الثمن ديالو راه كيدير غير مليون و80 الف ريال 14000 درهم ها انت كاين هذا عندي واحد بحال عصير صابون ولكن هذا كيقول لي فم القله ها هو كاين هذا كيدير 4 مليون و60 الف ريال 4300 اورو وكاين هذا شوف وكاين هذا الصغير ها هو فم القله الصغير الثمن ديالو هذا كيدير 36 الف درهم 3 مليون و600 3600 اورو هذا قياس صغير هذا بالنسبه للناس اللي كتبغي داك الشيء القديم حيت سوا هذا سولتني على المهم
كاين هاد السته قلنا كدير 3200 درهم 320 اورو 64 الف ريال. ها هي 3200 درهم 64 الف ريال ياك. كاينه هادي ها انت عاوتاني كاينه هادي زوينه وفي واحد الخدمه في شكل ها الثمن ديالها 1300 درهم. وين زوينه هادي دايره 1300 درهم فيها جوج بياسات ها انت فيها بياسه قلب وفيها بياسه ديال لامارين 1300 درهم 26 الف ريال 100. شوف هادي واش نفس الثمن هادي 1300 1300 هي رخيصه. شوف تاكد منها تاكد ها انت كاين واحد السلسله هي زوينه وفيها شوف فيها واحد السلسله فيها حجره ديال شكل السفير ولكن فيها اللون واحد اللون زوين. الثمن ديالها كدير 7000 درهم فيها السلسله كرافاج 7000 درهم. السلسله ديال حضور اختي كاينين هذه كدير 7000 درهم 700 اورو 140 الف ريال في واحد العلاقه زوينه. ها هي العلاقه 7000 درهم 700 اورو 140 الف ريال. ها هي كاينه هذه ها انت عاوتاني كاينه هذه عندي واحد السلسله خضرا هي زوينه الثمن ديالها كدير 4000 درهم 400 اورو 80 الف ريال. 4000 درهم 400 اورو 80 الف ريال اللي دايره هذه السلسله هذه فيها السفير. ها هي 400 اورو ولكن راه زوينه هذه شي ختم ديال حجره كبيره ديال السفير كاينين اختي واخا كاينين ان شاء الله. انت كاينه هادي كاينه هادي الثمن ها هي دو كلهم السلاس اللي كاينين اليوم. ها انت هادي راه واعره هي الثمن ديالها كدير 3200 درهم 320 اورو 64 الف ريال. ها هي هادي علاش ما خديتش هادي 800 درهم؟ ها هي زوينه دايره 16 الف ريال 80 اورو 16 الف ريال 800 درهم. كانت شوفوا مزيان باش تبان لكم لي زارتيكل اللي بغيتو. يلا شوفوا اللي ما شريت نزع عفاك واش عندك النباله؟ كاينه النباله اختي. واش ممكن تستكرا الفاج بلا علاقه؟ ماشي مشكله اختي ولكن اذا كانت شي وحده باغا اذا كانت شي وحده باغاها بالعلاقه هي الاولى. ما كايناش راه نبيع لك انا هذه بوحدها ما عنديش مشكل ولكن هي الاولى اللي كانت باغاها. ها هي مشات ها انت كتسولي على ها هي مشات هي وداك ها هي مشات انت باغا بلا سميتو. انا نيتي باغي نبيع عليك ولكن ما عندك زهر سويري ها هما هاد الجوج اللي وسام ها هما هاد الجوج. كاين هاد الحلقات هادو كيديروا 3200 درهم. ابراهيم وابراهيم ها كذا تسمى السويري ها كذا ها هما واحد السويري انت هما هما ثلاثه الا بغات واحد بيع عليها واحد. هذا السته اللي فيها ابراهيم هادو الا كنت بغات واحد بيع عليها واحد. هادو جوج كيديروا جوج دمنهم ثلاثة واللي بغات واحد واحد راه واحد ثلاثة هما. إلا شي وحدة بغات واحد راه نبيعهم نتباع واحد واحد. كاين حيت كاين اللي كيبغي واحد. جميلة قلت لي خلي لي ديال 800 درهم باش عرفك أختي الله يهديك. المنظمة أختي أنا وحدة فيهم منظمة ها واخا أنا غندوز المنظمة بلاتي غندوز أنتم الثمانات ديالهم. هاد الحلقات كيديروا 2300 درهم 46 ألف ريال 230 أورو. لا من 46 الف ريال 2300 درهم زوينين هادو 2300 درهم ياك كاين اه او على واحد بولحيه زوين ها هو شحال هادي ما عرفتش شحال من وحده وصلتني على هذا ولكن والله ما تنعقل. المهم اللي بغاتو اللي سولاتني وكانت كتفرج ها هو واللي كتب ليها في الرزق غادي يسديه كيدير جوج المليون و 80 الف ريال 24 الف درهم. بليز ورينا نبي الكبار واخا اختي دابا الله يعطيك الخير. سي عسى خاصك العصا والله الا خاصني العصا اختي حالا شحال هادي عصا خاصني العصا. هذا كيدير 2400 اورو جوج المليون و 80 الف ريال 2400 اورو. هاي سلام مباركه مرحبا لاله مباركه هاي 24000 درهم 2400 اورو. حسن قال لك ابراهيم غادي دوز شي حد بليز اخرين انا دوزتهم هما
ها هما ياسمين، ها هما الجبال جديد دوز دابا كتير جوج المليون، هادو السويريين ثلاثة، إلا بغيتي غير واحد راه ندير عليك واحد، ها هما اللي قلت لي وريهم لي، ها هما هادو، وأنا سيسرادك وعافاك والجرامات ديالهم، فين هما أرد فين ربك وهادي كاينين، ها جرادك وتا هما هنايا راهم لي كاين عندي واحد الجوج، راهم لي، ها أنت كاينة تقول حيا 24000 درهم 2400 أورو. يالله لاله اللي ما شريت نزاه مع اوداود اليوم داير له ميزات اليوم 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 عاوتاني بوحدي ان شاء الله غادي يكون مزيان عرب راه نشوف واحد الخات انت هو واعر ها الذي العون ما تما صاحبي لا ولا صاحبي الرد كوز الرد كوز ديال العنق هما جوج هنا اللي في الاحمر كاين هذا كيدير 4000 درهم واحد الخات انت هو زوين وغزال هذا الخاتم هذا كيدير 4000 درهم 400 اورو 80000 ريال هادو 2800 ها هو هذا كيدير 4000 درهم 400 اورو 80000 ريال طقطمي ها راه ياك هذا الخاتم هذا قلنا ها انت كاين اخوات اليوم واعرين 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 ها ما كاين هذا ياك قلنا هذا الثمن ديالو كيدير 4000 درهم 400 اورو يا كاين هذا كاين هذا دوك كلهم ديال برا هذا كيدير 2000 درهم خديت واحد السيده كلهم ديال الطاليان السلعه كل ما ندوزكم خديتها ديال الطاليان ماشي ديال المغرب كاين هذه كدير 40000 ريال 2000 درهم 200 اورو تا هو خاتم زوين كيدير 2000 درهم 40000 ريال كاين هذا ثقيل هذا وفيه وهنا مسيرتي بالديامو مسيرتي هنا بالديامو ومسيرتي هنا بالديامو ولكن الحجر شويه ماشي شي حجر اللي هو ما درت ليه غير ثمن الذهب ولكن راه ثقيل فيه 12 غرام كيدير 7000 درهم 700 اورو 140000 ريال ولكن خاتم واش من خاتم تبارك الله ثقيل وصحيح هو في الجناب ديالو راه فيه لي ديامو باش مسيرتي يا كاين هذا سامبل ها هو هذا كيدير 2900 درهم ما فيه لا حجر والو 58000 ريال 290 اورو هذا قلنا ب 7000 درهم 700 اورو 140000 ريال ولكن خاتم ثقيل كاين هذا حتى هو خاتم الثمن ديالو كيدير 7000 درهم حتى هو ولكن راه ثقيل حتى هو فيه الميزان ديالو 12 غرام فاصله 6 700 اورو خاتم بحال الدبليج ثقيل وصحيح شي حاجه مفورسي هذه كيدير 700 اورو 7000 درهم ها 7000 درهم 140000 ريال اشوف الفرق ما بين الذهب ايطاليا والمغرب بحال بحال اختي يكون غير عيار 18 لا قصيرات المزرقتي عندنا محل ولكن حنا دابا حاليا كاينين في المعارف هذا درنا محل اخر في المعارف هنا مرحبا بكم اللي بغى يمشي للمنزره راه كاين عاوتاني محل اخر تما وكاينين هميزات اخرين تما كاين هذا 7000 درهم 700 اورو 140000 ريال الله يعطيكم الخير فكرتني دابا فاطمه الزهراء الله يعطيكم الخير الناس اللي كيتقداو عندنا الله يعطيكم الخير الله يعطيكم الخير حنا راه كنديروا لوجيست معكم ولكن نتوما ها بولحي هاد الناس اللي كيرجعوا لينا السلعه الله يعطيكم الخير راه ما غنبقاش كاين جوج كاين جوج نوع ديال الناس كاين اللي كيكوموندي عندنا وكنصيفطوا ليه في الامانه ما كياخذهاش الله يعطيكم الخير هاد الناس هادو بحال دابا الناس اللي كيرجعوا لينا ما بقاش نصيفطوا ليهم الا خلصونا والثانيه كاين الناس اللي كنصيفطوا ليهم وكيديروا لنا الروتور بزاف كيرجعوا لينا السلعه اون فوا كيحلها ما كيخص والو كي حنا ما كتعجبوش ولا شي حاجه كيرجعها لك الله يعطيكم الخير كنتي غتقداي تاكدي لي فواحد الحاجه واش بغيتيها حيت هادشي ديال الروتور غنحيدو ما غنبقاش نرجع اللي بغى شي حاجه ياخذها اللي ما بغاهاش بلا ما ياخذها الله يعطيكم الخير راه حيت بزاف حلينا هذا واحد الباب على حسب الناس تبقى بيناتنا انا وياهم ثقه وتبقى سميتو ولكن الناس كيرجعوا بزاف دابا حنا كنخلصوا الامانه والساعه كنصيفطها كتبقى عندنا شحال وفي الاخر كيرجعها لك الله يعطيكم الخير هاد الباب هذا غنسدو ان شاء الله وانتم واحد بزاف حنا كنضرين فيه اكثر وسمحوا لينا كتصيفطوا للامريكان لا اختي امريكان لا انا ان شاء الله غنمشي للامريكان الله يبارك فيك اختي ها انت كاين هذا عندي واحد الخات انت هو واعر 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 زوين فيه بيرلا بيرلا حره الثمن ديالو كيدير 6000 درهم 600 اورو حتى هو ديال برا ماشي ديال المغرب بياسه ديال برا ما غتلقاهاش هنا في المغرب نهائيا الثمن ديالو كيدير 600 اورو 120000 ريال
هو تا هو دوك كلهم خوات مواعرين. هذا كاين هذا الختم هذا تا هو اللي بغى كيدير 4400 درهم. هذا تا هو ثقيل وصحيح في الميزان ديالو 8.6 غرام فاصله 6. وين اخويا سنس الرادكو واخا كاينين اختي حنان دابا نوريهم لك. لمضم ناري ناري مالي لمضم كنموت عليهم. زيدي زيدي مول لمضم زيدي القدام 440 اورو و 88000 ريال. هذا زيد الشوكور الشوكور الشوكور. كاين واحد الحلقات واعرين كيديروا 2300 درهم 230 اورو 46000 ريال. ها هو 2300 درهم 230 اورو 46000 ريال فيهم السفيرة الوسط. اه هكرا هذا كاينه هي والحلقات. اسمحي لي اسمحي لي راكي هادي كاينه السلسله ديالهم. واخا انا نخليك شنو هي الخاتم ديالك؟ لبس معاك الصغير فعلا. هذا هذا كاين هذا البونونتيف والحلقات ديالو اللي كنت واحد بغات الحلقات هما دايره فيهم السفير الوسط. وكاين الحلقات هما فيهم السفير. الا كانت شي وحده باغاهم بجوج بغيتي غير السلسله بوحدها ولا بغيتي هذه بوحدها. السلسله بوحدها كدير 4000 درهم 80000 ريال ولكن السلسله ثقيله صحيحه. حسن ما تنساش جوهره. اسم جوهره اختي فوزيه. اي ما عرفتك فوزيه واش حسن.